لسه مكملين مع حضراتكم كلام عن الفن المصري، وتحديدا هنتكلم مع حضراتكم عن الدراما المصريه. والحقيقه انه احنا خارجين من موسم رمضاني قوي جدا وناجح، يعني شفناه على كل قنوات الشركه المتحده، والناس كانت في مصر وفي الوطن العربي مشدوده جدا جدا انها تتابع المسلسلات. والحقيقه انه دي صناعه مهمه وصناعه مش سهله تماما، وكمان المشاهد عينه بقت فيها كتير من الوعي، يعرف يفرز ايه الحلو وايه الوحش، ويتفرج على ايه وما يتفرجش على ايه، يشيد بايه ومشاعره تتحرك تجاه ايه، اللي بيعبر عني، ايه اللي بيناقش مشاكلي، ايه اللي بعيد عن الواقع اللي انا عايشه. ويمكن من المسلسلات اللي يعني انا بشوفها كانت بونبونيه رمضان كده زي ما بيقولوا، الكريمه بتاعت رمضان، اخذت اشادات واسعه من كل الفئات العمريه ومن الرجاله ومن الستات، لانها الحقيقه كانت بتناقش قضيه غايه في الاهميه، وهو مسلسل تحت الوصايه للفنانه منى زكي اللي قدمت دور اعتقد انه هيعيش في تاريخها. الناس لما تتكلم عن منى زكي لازم هتتكلم عن تحت الوصايه، لانه شفنا حاله تمثيليه واقعيه كبيره جدا جدا جدا. احنا في كتير من المشاهد، وهي مشاهد صعبه الحقيقه، زي مشاهد الصيد لما اصطادت احنا كنا حاسين بالفرحه، وصلت لنا المشاهد دي كانها اصطادت بجد، وكنا بنشوف تعاملها مع المركب والتفاصيل اللي كانت جوه، وانه يحصل عطل فتصلحه. الحقيقه انه اكيد الكلام ده وكل طاقم الحقيقه اللي كان موجود مع منى زكي، ولو احنا هنا بنتكلم عن طاقم البحريه على وجه التحديد، شنهابي الفنان احمد عبد الحميد، وعم ربيع طبعا اللي خد قلوبنا كلنا، الفنان الكبير رشدي الشامي، وعيد الفنان علي صبحي، كان طاقم يعني تحس ان هم صيادين بجد. عمرك ما هتشك ان دول ممثلين، انت مقتنع، وده يمكن كان تعليق الجميع، ان دول مراكبيه وصيادين وما عندكش اي شك. اكيد ده كان يعني وراه مجهود كبير جدا وتدريب كبير جدا علشان نشوف الصوره اللي ظهرت على الشاشه. دلوقتي معانا على التليفون صياد محمد الجندي، مدرب فريق عمل تحت الوصايه. مساء الخير عليك، ويعني شكرا ليك طبعا على المجهود الكبير اللي احنا شفناه ده، لانه زي ما كنت بقول لك الناس كلها مقتنعه انه دول مراكبيه بجد ودول صيادين بجد. عايز اعرف منك الكواليس كانت عامله ازاي، وازاي قدرت توصلهم للمستوى ده من الاحترافيه تخلينا نصدق انهم فعلا صيادين بجد. مساء النور. مساء النور على حضرتك. هم ما شاء الله عليهم، يعني هم يعني يعتبر هم ما تعبوناش في حاجه خالص، لان هم الحاجه بقينا نقولها لهم مره واحده فهم يعملوها على طول. طلعنا البحر واصطادنا وكل الشغل يعني واقعي، كل الشغل طبيعي. يعني 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 اتعلموا الصيد بسرعه؟ بسرعه، من اول طلعه ما شاء الله يعني عملنا الحاجه قدامهم مره، حتى تفاصيل دخولهم المركب وهم بيشيلوا الادوات بتاعه الصيد، الكلام ده اكيد مش سهل. ما احنا كنا بنعمل الحاجه قدامهم اول مره، تاني مره هم يعملوها على طول، يعني ما كانش في تكرار كتير ان احنا. مين اكتر حد غلبك في الطقم في التعليم؟ ما فيش حد بصراحه، هم ما شاء الله بقوا والحاجه مره واحده، يعني الحاجه تتقال لهم مره واحده يعملوها. انت شايف ازاي هم قدموا صورة الصيادين؟ هم قدموها بشكل طبيعي وبصورة جميلة طبعا، شغل كله واقع يعني يعتبر مش تمثيل، ده الواقع تماما. الادوار ما شاء الله نجحوا فيها جامد ما شاء الله. يعني انا اقصد كانوا مقدمين الصورة فيها شيء من الواقعية ولا بعيدة عنكو؟ انت كصياد وسط الصيادين كنت حاسس بايه؟ دي المشاكل اللي انتوا بتقابلوها على المركب؟ لا، قدموا الصورة طبيعية خالص، يعني حتى انا لما اتفرجت على المسلسل بعد كده يعني تحس ان هم صيادين. كل المشاكل اللي بنواجهها، الاعطال، الصيادة لما مثلا نجر ونستنى رزق ربنا، المشاهد اللي بقت تيجي دي كلها طبيعيه، يعني كنا بنخرج نجر نستنى نطلع الشبك نشوف في سمك مفيش سمك. طيب الفنانه منى زكي كانت عامله دور حنان، وهي كانت بتحاول انها يعني تشتغل على مركب جوزها الله يرحمه، هل انت قابلت ده في الحقيقه؟ هل في ست تجرؤ انها تدخل المينا وتشتغل على مركب؟ لا، هو ده ما حصلش قبل كده في الحقيقه، بس هي دي كانت
يعني علشان القضية اللي هم بيقدموها طبعا لازم كده، انما ده في الحياة ما حصلش طبعا. مهنة صعبة على السيدات، ويعني مهنة ما فيهاش سيدات من وجهة نظرك، انت ما قابلتش ده. لا ما ينفعش سيدات لا في المهنة دي، لأن مهنة صعبة طبعا. ما فيش سيدة هتفضل في البحر 10 أيام أو 20 يوم أو اللي يكون أو أسبوع، مش هتقدر طبعا. وبعدين في خطورات كتير، في نوات، في بحر عالي، كل حاجة أساسا في أدوات الصيد حاجات تقيلة يعني، مش حاجات خفيفة. صحيح، ويمكن احنا شفنا المعاناه دي ويعني وصلتها لنا بشكل كبير الفنانه الجميله منى زكي بعبقريه شديده هي وطاقم العمل. انا بشكرك شكرا جزيلا صياد محمد الجندي مدرب فريق عمل تحت الوصايه، شكرا جزيلا على وجودك معي.